كنشكروا الجمهور هذا اللي كيساندنا في جميع المباريات وكيمشي معنا المباريات على الفليكستيريون. وبليز كنشكروا المكتب المسير ديالنا الصراحه هذا العام اللي مضحين معنا بزاف الحوايج. كاين شي ناس كيساندوا الفريق من الاموال ديالهم الخاصه. هذا اللي كاين ان شاء الله. ماش كان ماش حنا صعب نظرا لان المقابلات الاخرى كامله بالنسبه لنا حنا براج، لان الا خسرنا شي ماش ما نقدروش نطلعوا. وان شاء الله المباريات ناخذهم بجديه ان شاء الله. مستقبلا ان شاء الله نحاولوا نطلعوا للقسم الممتاز، وكنوعدوا الجماهير اللي كانت ساندنا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نكونوا مزيان. الرحمن الرحيم، كما كتعرف حنا درنا دو جور ديال الطريق، جينا ناقصين ماشي مشكل، لعبنا ماتش كبير خسرنا بان ان بوان ماشي مشكل. كنتمنوا الفريق ديال طنطان الصعود ان شاء الله، عندهم فريق مزيان ان شاء الله يساعدوا يحققوا امان الجمهور ديالهم. كيف ما كتشوفوا حنا ما كنلعبوا لا جلحتى واحد، كنلعبوا كره ربحوا ولا نخسروا بكره. الفرق اللي كتستقبلوها هنا كتلعب معنا كره، ربحات كره بصحتها، ما ربحات بكره راه ما كاين لا كبير لا صغير في الكره، كل شيء كيلعب في بول واحد، كل شيء في مستوى واحد. كاين انديه اللي لعبت معنا هنا وكتروج دابا اعلاميا على الصعيد الوطني باللي ما كاينش معطيه تمنيه، ما كاين هذه، ما يمكنش المندوب مباراه ولا تحكيم يسير مقابله بلا امن. هذا على الصعيد الوطني وهذا الا كان شي جهه بغات تصفي حسابات مع الجامعه بطرق اخرى تصفيها على طرق صنادق، على طرق انتخابات، على ماشي بهذه الصيغه. مال المباراه كشتوها اليوم دازت كنا يمكن نخسروها حتى لاخر المطاف، حنا خاسرين. وهذه هي كره، وهذا هو هذا هو الرهان. ما كان كره بلا 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 مزايدات، بلا ما زايد علينا حد، ما نزيدوا على حد. هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر جمهور طنطان بالاخص اللي تصطر بويز على المجهود ديالها، التشجيع ديالها لا مشروط صحيح هما كيشجعوا. الحمد لله فرحنا وكنشكر الجمهور بزاف بزاف بزاف. كنتمنى نحقوا الصعود، وتقريبا حقنا ما بقينا والو باش نحقوا الصعود. وكنعاود نشكر الجمهور ديال طنطان بزاف بزاف، وكنرحب بجماهير تيزنيت اللي حضروا معنا في هذا اللقاء هذا، جماهير خوتنا. بالنسبه للسماعه شحيدنا حنا رباش، تعتقد فينا واحد من عضو من الاعضاء ديالنا اللي هو السعد، اللي هو عضو مهم باش شحيدنا الباشات. وكان كيبقى فينا الحال على التعسفات الامنيه اللي بزاف، اللي حنا ما كنجيوش باش نديروا الشغب، لا حنا كنجيو باش نشجعوا الفريق ديالنا، باش نشجعوا في الصرا والضراء. وان شاء الله راه هاد السيمانه هذا غنمشيو معاهم حتى للدار البيضاء ان شاء الله، يعني فيما مشاو غادي حنا معاهم. وكنتمنوا ان البوليس يفهمونا شويه، لان حنا ماشي ديال الشغب، حنا كنشجعوا كنحبوا الفريق ديالنا، حيت كون بغينا كون بغينا الشغب ما غاديش نصايبوا بيشان، ما غاديش نديروا شحال من حاجه، ما غاديش نديروا شي فوات، ما غاديش نخسروا الفلوس. ما يمكنش حنا كنخسروا الفلوس ونديروا الشغب، راه ما يمكنش. كنتمنى ان البوليس يزيد يفهمنا، لان حنا ماشي مشاغبين. كنقولها وكنعاودها، وكنشكر جمهور طنطان بزاف بزاف ولد اسطون بوز. كنعاود كنرحب بجماهير تيزنيت، وكنتمنى الفرقه تمشي للبريمير سيري، وكناشد ان اي واحد بغى يمشي معنا للدار البيضاء مرحبا به. واللي ما بوجه ماشي صحراوي، اريالي صحراوي، صحراوي مغربي وديما مغربي، واريالي صحراوي.